وش ذا عندك؟ ايش يا سوده هذا ايش يسمونه؟ مثل الخوخ بس اسود. ارحب ارحب بخارة عرفان اليوم بدينا سبورت اليوم يلا حيو يلا حيو ارحب يا ارحب ارحب يا شيخ هلا بالذيب شوف المشي شوف المشي شوف شيء هلا والله كيف الحال ما شاء الله ارحب تعالينا عرفان تعالينا تعالينا قول شيخ قول خرطال قول خرطي شيخ منبذق هذا بن عمره كويس ولا قول خرطي قول خرطي كلنا فرميان قول خرطي ايش قول خرطي يعني كفو قد قول خرطي قول خرطي قول خرطي خرطي قول خرطي لا 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 انت قول بس خرطي خربوطي هذا شيخ منبذق اعوذ بالله لا اله الا الله ابو حسن 100 لا هذا كلام ما في كويس كفو ابو حسن في عبد القادي كيف بلال حكماني بلال حكماني بلال حكماني هذا جابر حكماني جماعه كله ما شاء الله جابر الماضي شكرا يا بلال حكماني شكرا يا فلوت شكرا والله ما في معلوم حتى فلتش هنا كلنا فرن موجود صديق بعدين انا رياض انت وين موجود انا انت وين والله انا بروح ابها معلوم ابها ابها انت موجود ابها موجود ابها هذا روح جو مفرق مفرق انا ما في موجود سعوديه والله روسيا روسيا ابو حسن روسيا 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 لا وين روسيا برازيل انا لا بحي حي انا في حي له هو ممكن معلوم وين وين انا في الوادي ممكن جدا مكه مدينه مرسان او نبي هنا ليه عشان نسوي عمره ايه بس انا هو واضح ان الذنوب واجد ابو حسن والله الظاهر كثر الذنوب شكله شوف شيء ما اشوفه الظاهر انه شاف شيء حتى خلينا نسمع بدايه خلاص روح انت مدينه مكه عمره بعدين ترجع بعدين روبيت اول ما في روبيت لازم تسوي عمره اول لا بس انا والله انه شايف شيء حدا ما احنا شايفينه اسمع لا والله ما هو شايف الا الخير انت الحين في هنا انت لا تصير انا مجلس صح لازم تروح لا بس يلبس انا اللي موجود في هذا احنا ما بنسوي عمره بس ابو حصه بس ابو حصه ابان ليه هذول وين بيروحون هذول عروس امريشه والله انا جايب شيء ابو حصه ها علمنا ايش تسوي نفر هذا لا ما في روح بس انا اروح بس انا اروح بس انت ليه وش السبب انت روي بعدين انت روبيت قال لي اول ما في روبيت ليش طيب وشو مشكل زياده مشكل سيارات زياده مشكله انت مشكله انا في مشكله انا اقول انا اقول جابر حكماني لازم يروح جابر حكماني لازم يجي ما في روح ما يوم لازم يجي شهر في مكه هذا جابر حكماني ايه ممكن واحد ثاني لا ابن عمرو لازم يجي واحد جالس سنه ابن عمرو يبي له سنه قدام ابن عمرو صار يسوي 4 سنين مكه ما في يطلع هو ممكن 6 سنين ما في طيب ابو حور ابو حور قريب كم يجلس ممكن 2 ابو حور كم يجلس انا مكه في احسان ممكن ابو حور كم يجلس ابو حور خليه هنا على طول على طول طول حياته على مدى الحياه الله يحييه العمل وروح بعد برنامج سوي عمره منو ما في روح انا اروح ايه برنامج خلاص بعد جاب الروح عبد القادر روح عبد القادر ما يروح لا عبد القادر في روح بلال روح نص يوم بلال لازم روح انا لازم اروح كله الله يغفر ذنبه ما في كله ما في جادة بس 3 يوم انتهى خلاص كويس هذا اموري اموري انا كم يوم انا هذا انت ممكن 2 اسبوع عبد القادر ساعتين اتوقع ساعتين قال انا اسبوع انا كم انت ما في مشكله ساعتين ايش 4 ساعات أربع شهر هذا نتيجة الاحتكاك بالبحور هذا النتيجة طيب هذا سلطان سهل معلم سلطان كم يجلس هناك سلطان 2 ساعات هذا في معلم سيبا ما
شيبه ممكن هو ودي 3 ايام 4 ايام كذا كذا يعني والله الرجل ترى يعطي معلومات. طيب غازي الذيابي غازي الذيابي خليه هو ممكن لازم هو 10 ايام 10 ايام 10 ايام غازي ثقل طيب ممكن واحد يوم 2 يوم ليش عشان ايش هو في مره اكيد ما في واكل جدا صغير كذا ما حكيت الحين محمد عرفان طلال واضعي. طيب طلال هذا انا فر والله مشكله جدا لازم هو 12 يوم طبعا. فيصل شافي فيصل شافي خلي هو ما في له ما في مشكله كويس والله ابو سليم اجى فيصل كويس عبد الله فيصل مره طيب من يوم جاه في الكرك عبد الله جليل جليل عبد الله لازم ودي كم اليوم ودي اليوم على طول اليوم الان بكره صح بكره على طول لازم ودي على طول محمد الطيري محمد هو منكر بدي 2 يوم قبل بعد بدي 2 يوم بعد بدي هو محمد الطيري شوف الحين كله واحد يوم اطلع كله رفض ايوه اسمع يلا ما في اسمع النغمه يا ابوي شوف النغمه والله تقب خاره يخلينا نعتبر قلنا يا ولد بس انت يا ابو حصه طولت لا والله 3 اسابيع انت 4 شهور 3 اسابيع انت اللي مطول والله يا اخوي بعض الناس 4 سنين في ناس على طول في ناس على مدى العمر في ناس بيسوي له وقف هناك بيجي طول حياته صح يا ابو حصه قلبك فنان الله لا يهلك امين ان شاء الله لا تستخدمه يا اخوي والله كسر كسره ما ادري منه هذا هديه من عبد القادر والله يستاهل كسره ما ادري منه كسره خذوه مني والله العظيم قف تبان عليك ابو حسن ليه اعطيك هديه وتخلي الناس يكسرون والله خذوه مني قال وقته ما ادري منه وقعوا وكسر اكيد انه ما خرب الا جابر حكمان الظاهر انه جابر والله غميض يا اخي انقذنا والله عبد القادر وفريق دعمه بالقلم قبل كان في طفره يوم ودك قلم إيه؟ ألف على الحارس ألف على العمال اللي معه يلا مع شو اسمه العمال اللي معه والورقة بعد يلا سيدي أروح على عباس ما أخلي واحد ما أدور عليه مشان أخذ قلم أمس سرقت قلم ما ضبط هذا مر بحصة في واحد ثاني جاب لك واحد ثاني تدري أمس إني خذيت قلم سامي رجعوني والله أما تدري قلم سامي رجعوني لو تبيعه تسافر لحالك سافر وترجع هذا لو تبيعه شريتك بيت إي والله إي والله هذا اللي معك تشتري بيت السيارة لا اللي معي اللي معي والله ما يزول عشان معك منك يعني هذا يجيب لك الذيب وجبة لا هو قلم سامي الجعون وجبة يجيب لك وجبة من ناضج والله قلم سامي الجعون يا يقول والله قلم سامي الجعون تتذكر اللي عندك تشتري بيت وسيارة سيارة وتزوج احتمال تزوج تزوج احتمال انك تزوج احتمال لا على حسب على حسب والله لا ما دانيال مرانا شكل الرجال ما في فورمة ما في فورمة ما هو بفورمة فلوتشي راح حد يمه والله يا أخي أقسم بالله يا أخي القرية كلها ما فيها إلا شاي قهوة أقول إيش معي فيكم يا الذياب لا أبشر بعز أنا حط صبعي أنا هذا لا والله أنت لو تحط صبعك شو ودك أحط صبعك جابنا أنت بحصرة جاي أبشر بعزك تفضل والله العظيم يا أخي لا عصير لا أكل لا رجال قوموا خلنا ندور شيء يا رجال قوموا والله العظيم ناضج مقفل ركل يا اخي نبى نسوي لنا طريقه يا اخي لا عم. اليوم فيه هسر منتجي على مستوى والحين ايش فيه طيب ممكن هسر منتجي كويتيه ما في الا قهوه وشاي مر اكلات كويتيه يا ابوي مشبوس دياي مشبوس لحم جابر يا ما شغل عدل جابر يا شغل عدل اقدح اقدح هذيب جيب لنا شيء ناكله ايش تبي ابى عصير ها تدري انا متى يا ولد انا اسوي الرجيم بيض الله وجهك تدري متى علمي بالاكل؟ ايه جاي تسوي الرجيم عقب تدري متى؟ عقب 90 يوم اي والله تدري متى يا ولد؟ ايه تدري متى علمي بالاكل انت يا الصوص؟ اه تدري متى علمي بالاكل؟ امس يوم اجيك بعد صلاة العصر يوم اتغدى معك لا والله اي والله والله ورب العزة والله انك بطل فطر والله الذي لا يدوخ ما يعلم قام واحد مهبول سواه لا لا والله استغفر الله لا والله انت عشيت البارحة بالله فيني دوخ قام عبد القادر قام عبد القادر سوى لنا كبسه امس اخر الليل والله بالعافيه والله العظيم يا لغينا لغ اقول اسمع انا قلت نسيت ترى انت عشيت البارح وين نسيت انك تعشيت عشيت وكيف حالك مسوي الرجيم
انا راحت على العريك البارح ما ادري وين اخذوها. وين ولت العريك؟ ما ادري وين ولت. ما يمديك تغمض ولا هالدنيا. سامح اخويا. يا حبيبي يا هو. ما يمديك تتغمض ولا هالدنيا طارت من عندك. والله ما تغمض بعدين يكرشونك. بس اتقي شوي. بس در عينك. بس امشي امشي خذ لك خطوتين دراع من راحوس اللي وراك ما يبو. حتى لو ما كليت ما يبي تروح. تقول جراند ديزر واحد هذا يصير. والله. صح. يا مرحبا بلا يا بعد قلبي ابو حسن يا بعد روح انت يا شلعلوم ما شاء الله مصحصح لا بشرك امورك زين نصحان وغادي لي لي ها كريشه كريشه من هالمقلوبه اللي اخر الليل اي والله من الكبسات اللي اخر الليل ايش تعمل يا اخي شوف اذا ضقت وطفشت كل والله تستانس بدينا شتويه يا ابو حصه غير ايه تجوع خليك تسحب يا اخي الشتويه تخليك تحرق 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 سبحان الله ودك لك خبز تقحمش ولك لا والله ودك طال عمرك بلك بس ما تكون بهالقرية لك كبسة طال عمر ورز بشاور أبو محمد ولبن كوب لبن أوه اي والله مع شطة اللي انت تخبر هذيك أبو ريال ولا مع شوي جرجير ما الحي ما تيس آه شبيب الخبز يا ربك عاد الخبز اللي بالشتوية قحمشته آخر الليل بالبرد لا لا آخر الليل طال عمرك ضربت هالمقلوبة بالبرد والله أنت شغل وتنفخ هاي إيش تبي؟ والله أبو حصة تطبخ والله ترى الخبز مثله أبو حصة تطبخ أنت؟ وش أطبخ؟ أطبخ كبسة إيه والله إيه شو صح سويت لنا أنت مرة أنا كبسة ما أضرب يوم أن صمت ويومين أنتوا بس تدري شو المشكلة؟ مشكلة المطبخ المطبخ تقوم من النوم تقوم من النوم تطبخ الظهر ما أنت رايق يا رجال تطبخ صادق هالطبخ اذا ما صرت راي رواق وصرت مشتهي نفس يا بعض ناس سبحان الله يدعوا على الطبخ والله موهبه سبحان الله قرقعنا لنا خوي مره ابو حصه طلعنا كشته عندنا بلازرق بر ويعني مثل ما تقول في وسع ايه بلازرق ايه ونطلع على المنفذ السعوديه وش الازرق ولا المنفذ السعوديه اللي انت يوم انك تفوت الازرق ولا الزرقاء الازرق إيه. اللي انك يوم تسلفني يوم انك مت الازرق اي أيوة والله مطعم الرياض ايه استراحه وفوت يا حبيبي ونطلع اخويا طاشين وحنا مثل ما تقول معتمدين على واحد من اخويانا اطبخ 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 لا جنى ايه اللي جاك انت فلسف ترى ما عندك احد ونميل ناخذ اغراضنا من السوق وما ادري وين وش ودك ما ودك احنا ندللين دلال اهم شيء يسد هالجوع اللي يسوي لنا حشوه بطن يوم وصلنا وتعطلت بنا بعد السياره بالطريق وهلكنا ما وصلنا لاخر ليل متنا 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 واطبخ يا ابو الحبايب واطبخ يا ابو الحبايب احنا بس نطلع عليه يا ولد يسوي سوالف اول مره اشوفها بالطبخ أثري يوم طلع لنا أكل ما يذوق والكلام فعلا ليه يخ يا والله طبخ لا طبخة أجل ما يذوق عشاك ولا عادة تركشته ولا عادة على جوع بطوننا ثاني يوم والله العظيم من مرة طلعنا التفلسف أنا مدني التفلسف أني عمل هاللونه ما عندك أحد ما عنده سالفة حنا نطلع مرة ويطبخنا واحد من عيال الله يذكره بالخير أيوه هو مجتهد المسكين ها آه. تعال أصبر أصبر والله جلسة على كيف خلنا بقول للرجال خلصوا تعال عشان باقي بنركب اللوحات يلا قالوا كاد حنا نطلع وهو معنا الله يذكره بالخير قال أنا طباخ أنا طباخ معتمدين الشباب إيه معتمدين حنا ذبيحة غدانا قالوا كاد يطبخ اللحم يوم جاء الرز وبلا نرز قال بخلي لكم نثري يجي يقول نثري يقول هلو نثري الحب مهم تلاصق حب الرز بعض الرز يجي متلاصق مع بعض يقول لا ابي كل حبه وحبه بعيدان بعض يا سلام روح تفرق. روح يا العازل اي والله قال بحط معه سكر الرز شلون تحط معه سكر ايش تحط سكر قال بحط عليه سكر وبذرع سكر شلون هو جاب السكر قلت ايش تبيه قال بحطه عليه قلت ليه؟ قال عشان يصير الرز متباعد عن بعضه ويصير نثري على كيف كيفه نثري قلت صادق انت طلع قال اي والله ما تعرفه قلت لا اول مره اسمع به
سكر برز. قال بس شوف جرب. قلت ابنه حلال. قال بس شوف. قلت اكيد. قال ابد ابو محمد وما انت انا دائما اجربه. قلت اتكل على الله ما ادري وش سكر برز. ويحط السكر يوم خذين لنا ابو 15 دقيقه هلوني بيراعي هو زال الرز ولا ما زال. والله العظيم يفتحه قسما بالله انا عندك مطلع من الخيشه. والله عندك مطلع من الخيشه يابس. هو يابس الرز على شكله. الله على شكله لو مستوي ولا مطبوخ. هو مطبوخ ما ادري ايش السكر ما ايش عمل به. اعوذ بالله. يراعي له. قلت انت ايش عملت؟ الله لا يقبلك انت سكرك. ويقوم يزودوا ماء وحالتنا حال. يا ما والله صار مريس ما صار رز. احنا نقبس بوك اليوم تحاشوا تبطل. كل ما نطلع يقول بطبخ. لا تطبخ لا تزرب القدر. لا زينة منك تقضي على الخيار وبندورة. يوم يجي واحد يطبخ لك مثل هيك واخر شيء ترجع على الخيار. ايه. تعرض بالخيار وبندورة لما تشبع. وانا ناقص تفنن علي بهالكيسة. خلنا تسمم واكل وسوي لي اكل زين. ولا لا قل ما اعرف. او قل ما اعرف. خلاص يا اخي ما هي غصبي. انت اللي غصب الطبخ. هي غصب. يعني في بعض الناس ترى يفكر انه اذا ما تعرف تطبخ يعني هذه عيبه. ما اعرف اطبخ شو اسوي لك؟ ما هي عيب. شو عيب عليه؟ والله العيب شق الجيب. ايه يقوم يضحك بالثرمان يضحك بالاسن. يا ساتر يا رب. شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك انا شو بدي احكي لك ابو حصه. تتذكر مره لما كنا بدنا نسافر لبيروت يا ابو حصه هك السنه لما قلت لك هرعوا الخروف. هرعوا شو بده يعمل الخروف؟ الخروف كان بده يعظك. يعظني؟ وانت هربت. خروف بده يعظني؟ ايه بده يعظك. شيء كويس والله. وين رحنا؟ انت هيجنت له هيجانيه. ايه هيجينيه. خروفي لابس بدله صوفي. خروفي شو قال؟ قال خروف انا بدي اسبقكم على شي منطقه خزرة. بدي زبط لكم شي جلسة. يا سلام. والله. وانت قلت له هينا لاحقينك. هو شو قال لك؟ شو قال لي؟ ما بتذكر. انت مش متذكر؟ لا والله مش متذكر. تذكر. ما بتذكر والله. انت ونظاراتك يا عمر حسين. ايش غلط انت عمر حسين يا رجال؟ ايش غلط انا؟ ايش غلط انا؟ مقراض وجهك. تقول شنو؟ تبع النار تقول ايش؟ بالقاط. لا ايش محراث؟ اللبس. قلت انا الرجال تقول محراث نار. قال هو وجهه تقول محراث نار. لا مثل اخشبه ذاك الليله مع جابر. يوم مع جابر دودو بغى يشق القدر. لا وجابر يعاونه ابو الهيال. انا لازم اروح العمان. شوف لازم اروح عمان واذوق العرسي اللي عليها الكلام. اي والله ما هو عرسي. بسوي لك اياه هني. سوي اياه. ما هو عرسي. بسوي لك اياه مره ثانيه. العرسي اللي سويته انا اياه مرض. خرب سمعه العرسي تخريب. خلاص والله عقب. والله انا ضبطته. والله ما ضبطته. خلاص وجهك. والله ما ضبطته. وش هذا؟ عصير طماط. بيض الله وجهك يا جابر. ها؟ عصير ايش؟ دقيقه قبل لا اشرب. نصاب وش هذا؟ والله عصير حلو والله. عصير وشو؟ اشربه. والله اشرب. اذا معجبك خبر. لا ما هو عاجب. لا بالله شطه. لا حد يشرب شطه. والله والله انا ما سويت له شطه. قسما بالله انا ما سويت له شطه. والله هذا اصرار. طاح لي اصرار يا نصاب. صحيح. وش اصرار؟ قسم بالله ان في. بالله العظيم شو اسوي؟ اشرب. انا اشرب. انت اشرب. فوت. ورط اشرب يا حبيبي. اشرب. قش البرتقال. لا والله ما تحل. ما تحل. والله اشرب. والله ما سويت له شطه. اشرب. صراخ. صح مع نفسك يا رجال. تلعب علينا انت وجهك. وش على مين؟ والله يا قادر من حبيبك سويت لك ورد. على مين يا ابن الناس؟ ورد. والله يا قادر قطرت لك ورد منك من الورد سويت لك اياها. على مين يا ابن الناس؟ توك صعب عليك انك تغشنا بالامور هذه. ورد. تبن مشان تبن مسوي له. لا خلاص فلفل مسكت بالله. طحنت ورد. والله فلفل. ورد ورده مع فلفل. اي فلفل ريح فلفل مبين انه مسوي كارثه.
شو الريح خربت السمعة العرسي الله لا يعطي عدوك عقب سمعة العرسي يا رجال صلى الله عليه وسلم انا تدري هو يخضب هذا ايش يسوي ابو راشد تسوي الركاز والله جسد جرح انا اللي متهول عظام الريح والراح ابو حصه طحن العظام بالقدر ابو حصه الكبلاء هيا قمنا هنا والله الجلسه تفتح النفس بعدين شرح كذا المكان شرح لا انا بس بسال جابر هو تعبان يعني على الطحن يلا يلا ابشر بعز يلا تعال ركب ركبت لوحه يلا 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 تعبان انت على الطحن الله لا يحيي العدو يا جابر شايف العصير مش عصير انا مش مدري عم هذا يا اخي هذا مش ريح لو ما في لو ما في ريحه كان فلفل ها هذا شلون تعضل دايم هذا له ثلاثه هذا وده تسعه زابيلو يبيلو